وينضم إلينا من الرياض الدكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي. دكتور عبد الله، بعد التحية، تتطلع الشعوب العربية جميعها إلى هذه القمة العربية الإسلامية التي تعقد في الرياض محاولة لتوحيد الصفوف واتخاذ موقف موحد تجاه التصعيد العسكري غير المسبوق من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي. دكتور عبد الله، برأيك يعني ما هو متوقع من هذه القمة العربية الإسلامية المشتركة؟ أنا في تقديري المتوقع كثير، ليس أمرا واحدا، بل عدة أمور وعدة نقاط مهمة جدا. أولا، هي رسالة إلى العالم أن الشعوب العربية والإسلامية تقف مع فلسطين، وأن المشكلة ليست مشكلة فلسطينية وليست فقط مشكلة عربية، بل هي مشكلة إسلامية عربية فلسطينية مشتركة. وبذلك اليوم نحن بحاجة إلى إرسال قرار للعالم برفض جميع الممارسات التي يحاول اليوم العدو الإسرائيلي إيصالها إلى المنطقة من خلال التهجير القسري، تفريغ غزة وفلسطين من سكانها، محاولة اليوم التمدد، المحاولات اللا إنسانية بمنع المساعدات الإنسانية التي تصل اليوم إلى غزة وهي متكدسة في معبر رفح دون أن يسمح لها. هناك سماح بنسبة نوعية ومحددة، الوقود لا يعمل، المستشفيات لا تشتغل. وبالتالي اليوم نحن بحاجة إلى قرار عربي صارم جدا، يحفظه التاريخ، يحفظ الحق الفلسطيني، ايضا يؤسس انه العرب اقوياء بكلمتهم، بوحدتهم، بقرارهم، وليس فقط العرب بل العرب والمسلمين. هذا ما اتمناه، هذا ما تعول عليه الشعوب العربيه والاسلاميه، ان نتحد ولو لمره واحده في كلمتنا وفي مواقفنا. دكتور عبد الله، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تقف بشدة داعمة لإسرائيل في كل تحركاتها، وهي من منعت وقف إطلاق النار منذ اليوم الأول، فالضغط هنا ليس على إسرائيل مباشرة ولكن أيضا على الولايات المتحدة. هل من أدوات لدى الدول العربية والإسلامية للضغط على الولايات المتحدة لاتخاذ موقف صارم ولو لمرة واحدة مناصرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية؟ نعم، المواقف كثيرة، ومثل ما حضرتك تفضلتي، هي ليست على فقط إسرائيل. نحن نتحدث، عندما نتحدث مع أمريكا، المصالح اليوم مشتركة كثيرة، ولذلك يجب أن نتحدث مع الولايات المتحدة بلغة المصالح. ندرك جيدا أن السلاح الذي يصل إلى إسرائيل هو سلاح أمريكي، والدعم أمريكي، الفيتو أمريكي. إسرائيل لا تستطيع الصمود طويلا أمام الطوفان العربي، وليس فقط طوفان الأقصى، إلا بتغطية أمريكية. لذا نحن نتحدث مع الجانب اليوم الأمريكي وفق علاقاتنا ومصالحنا المشتركة، وهذا نعتقد أنها لغة قوية. نعم. طب دكتور عبد الله، عندما يعني يعلم العرب ان هناك قمه عربيه يعني ما، فالبعض يتحدث ويتندر عن الشجب والادانه التي دائما ما تصدر من القمم العربيه، هذه المره ان لم تتخذ الدول العربيه موقفا قويا يعني يجابه ما يحدث في قطاع غزه، سوف تحدث رده على الارض في جميع الدول العربيه. برايك ما هو الموقف الصارم الذي تحدثت عنه في بداية حديثك والذي من الممكن أن يتخذ في هذه القمة؟ الموقف أولا، هناك الكثير من القنوات الدبلوماسية، بعض الشعوب العربية اليوم تتمنى أن نحمل السلاح ونذهب نقاتل، هذا ليس حل. أن نقطع البترول، أمريكا لا تستورد البترول اليوم. اليوم لدينا الكثير من القنوات الدبلوماسية التي يجب أن نسلكها خطوة بخطوة، مخاطبة النخب في الغرب، مخاطبة الرأي العام الغربي بالصور الصادمة والغير إنسانية وازدواجية المعايير، تحريك الشارع الغربي. الشارع الغربي يستطيع الضغط على حكوماته، لذلك رأينا في الأيام المتأخرة تحول في الموقف، تحول في اللغة، تحول في كثير من العبارات التي كان يستخدمها السياسيون الأمريكيون والغربيون بشكل عام. رأينا الرئيس الفرنسي يتجه إلى رام الله، كله لتخفيف حدة غضب الشعوب وازدواجية المعايير تمارس في أوكرانيا ولا تمارس في غزة، كأن هؤلاء بشر وهؤلاء ليسوا بشر. إذا اليوم نحن نستطيع الضغط، أيضا هناك مصالح مشتركة، هناك رغبة في أن إسرائيل تعيش كدولة طبيعية في المنطقة وتعمل في إقامة علاقة جيدة مع دولها، أيضا نحن نستطيع أن نضغط بهذا الاتجاه. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله العساف، أستاذ الإعلام السياسي.